نرجع تاني لكاس الرابطه ومواجهه غزل المحله اللي قلت لكم مواجهه كبيره اليوم، وقلت لكم ان الكابتن عبد الحميد بسيوني هينجح مع غزل المحله، هو مدرب قادر انه ينجح وقادر انه يقدر يتعامل مع اي ظروف، عشان كده تعرف ان غزل المحله النهارده رغم لعب ب 10 لاعبين عملوا مباراه كبيره قدام انبي. هساله كتير عن غزل المحله واللي حصل في مباراه اليوم، وبالتاكيد فرصه معايا واحد من نجوم منتخب مصر السابقين، اساله كمان عن منتخب مصر ومواجهه السودان الكابتن الكبير كابتن عبد الحبيب بسيوني. صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الخير على حضرتك يا كابتن كريم، منور كالعاده ومتميز كالعاده ومتالق كالعاده، وكل التوفيق لك في كل ما هو قادم يا حبيبي. اشكرك كابتن عبد الحميد. طيب تحب نبدا بمنتخب مصر ولا نبدا بغزل المحله؟ بص حضرتك انت تؤمر، وانت حضرتك العف. انا معاك في اي حاجه. تبدا بمنتخب مصر مهم جدا لان منتخبنا الوطني انت عارف كلنا دي. صح، نبدا بالمنتخب يا كابتن عبد الحميد. نبدا بالمنتخب، توقعاتك لمواجهه الغد ان شاء الله، المطالب او المطلوب من منتخب مصر بكره يلعب ازاي قدام السودان ويعمل ايه قدام السودان؟ المطلوب من لاعبتنا انهم يعبروا عن امكانياتهم الحقيقيه داخل الملعب. لعيبه مصر عندها امكانيات كبيره جدا، عندها كل عناصر كره القدم الحديثه، السرعه والقوه والمهاره وكل ما تتخيله من امكانيات، عندنا لعيبه في كل الخطوط على اعلى مستوى، انا عايزهم يلعبوا ويخرجوا امكانياتهم اللي من خلالها الناس كلها مقتنعه بيهم، وحتى دايما منتخبنا الوطني في الصداره في كل شيء، فان شاء الله باذن الله يكون بكره عنوان للتالق، يعني اليوم بقى خلاص يكون عنوان للتالق لمنتخبنا الوطني والتميز، وان شاء الله باذن الله يحقق المعادله اللي احنا مستنيينها اللي هي النتيجه الجيده مع الاداء الجيد. يمكن احنا ادائنا لم يقنع الى الان الجماهير، انما كلنا ثقه فيهم وفي جهازهم انهم يحققوا لنا اللي مع الادوار التاليه، نكون دايما في المكانه اللي كل الناس بتعملها اللي هي نتائج جيده واداء جيد. انت زي ما حضرتك لسه بتقول دلوقتي حضرتك يا كابتن كريم، المنتخبات الكبيره لم تظهر، النهارده شفنا المغرب امبارح تعدت 2-2، شفنا غانا، شفنا منتخبات كبيره جدا، الجزائر، شفنا يعني منتخبات لم تقدم المستوى والمردود المطلوب، لان دايما الخريطه بتتغير والفرق الصغيره اللي انت ما بتديهاش حجمها وتقديرها الكافي بتحرجك وامام العالم كله بيشوفوا دلوقتي يعني قوه صغيره بتكبر في كره القدم، فانت مطالب ببذل مجهود كبير، ببذل مجهود مضاعف علشان خاطر تحقق المطلوب، لان مع الامكانيات بالاسم والاعتماد على الاسماء واعتماد على التاريخ ما بياكلش عيش، انت محتاج تبذل قصاد الاسم والتاريخ ده مجهود جبار علشان تقدر تتغلب على الفرق، وخاصه ان احنا بعد السودان ان شاء الله هنبدا بقى نخش في مرحله الخروج المغلوب. فبالتالي مهم لنا جدا جدا ان نبدا من بدايه السودان تكون الاداء الحقيقي، لان دايما الاداء الجيد والتنظيم الجيد وان انت تفوز بنتيجه جيده دايما بتدي رسائل كتيره جدا لكل الفرق وللجماهير بتاعتك ان انت بتطمنها ان انا ماشي في الاتجاه السليم، كلنا صحيح. ثقه فيهم، كلنا بندعمهم، كلنا وراهم، بقول لهم عبروا عن امكانياتكم الحقيقيه اللي لسه الى الان لم تظهر بعد. ايه رايك في فكره زيزو بكره في وسط الملعب كثالث في وسط الملعب؟ مهم جدا، زيزو بيمر بمرحله كابتن كريم من افضل المراحل له سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي، ان احنا هيبدا بكره هيدينا افضليه في الجزء الدفاعي، لما بندافع هيبقى ثالث في وسط الملعب كويس قوي. تاني حاجه في الحته الهجوميه عنده امكانيات كبيره جدا وعنده سرعات وعنده مهاره وبصير كويس كمان وبيكمل، وعنده حته احنا مفتقدينها، التصويب الى الان احنا ما عندناش الى الان في مباراتين عدد معين من التصويب ومميز، فزيزو ان شاء الله يعمل لنا الحته دي، وباذن الله باذن الله يكون اضافه بكره مع زمايله ويحققوا لنا ان شاء الله نتيجة. انا سؤالي لحضرتك يا كابتن عبد الحميد، رايك محمد عبد المنعم ولا محمود علاء لتعويض الونش؟ عايز اقول محمود علاء ليه؟ محمود علاء عنده خبرات كبيره، محمود علاء لعب على المستوى الاولمبي اللي هو الاولمبيات، ولعب على منتخبنا الوطني وعنده خبرات كبيره،
يعني محمد عنده امكانيات كويسه وطيبه، بس طبعا البطوله محتاجه اللي عنده خبرات، فمحمود عنده الخبرات الكافيه للتعامل مع المواقف، فانا بتمنى وجوده ان شاء الله باذن الله بكره. طيب غازي المحله النهارده عمل مباراه كبيره امام انبي في كاس الرابطه، وظروف المباراه هي اللي خلتها مباراه كبيره لغزل المحله، راي حضرتك في هذه المواجهه وظروفها اللي حصلت النهارده؟ يمكن الحمد لله والشكر لله غزل المحله بيتحسن من مباراه للثانيه، يمكن شفت النهارده ب10 لعيبه من بعد الدقيقه 28 يا كابتن كريم، مفيش ما رجعناش للخلف، ما عملناش زون ولعبنا على الهجمات المرتده، لا لعبنا مباراه كبيره على المستوى الهجومي، مباراه كبيره على المستوى الدفاعي، كان لنا افضليه في كل شيء، لنا ضربه جزاء احتسبت وتم اهدارها، لنا انفراد كامل لابراهيم اكونيه بمجهود فرد وصل للمرمى وشالها برضه البلعوطي، وعندنا كوره لاحمد غنيم برضه بدماغه عدت فوق القايم، يعني انت ليك الافضليه على مستوى الفرص الحقيقيه، ليك افضليه على مستوى التنظيم الدفاعي والهجومي، وان احنا ادينا فرص كمان جديده للاعيبه بقالها، يعني واحد زي هنا عادل الباك اليمين راجع من صليبي بقاله 7 شهور، دي اول مباراه، يعني حتى ما كانش عندنا فرصه ان احنا نعمل مباراه وديه، فاديته في مباراه رسميه علشان اكتسب، لانه لعيب من اللعيبه المميزه جدا. ادينا النهارده لاشرف السيد، ادينا النهارده لبازوكا اللي هو كان بعيد بقاله فتره، خالد سامي اللي كان بعيد بقاله فتره، ادينا لهشام بلحه اللي برضه كان بعيد، ادينا فرص كتيره لناس كانت بعيده بقالها فتره، الحمد لله قدموا اداء طيب، بدات اللعيبه تستوعب الامور الفنيه اللي انا طالبها منها، محله دلوقتي بقى عنده نسبه استحواذ، وبقى عنده دلوقتي بيشتغل من العمق وبيشتغل من على الاطراف، بدات الامور الحمد لله يبان الشكل التنظيمي والهيكل التنظيمي للفريق، وقدرنا نضيف لهم المجموعه اللي لعبت في طلائع الجيش، فانا يمكن في مباراتين لعبت اكثر من 25 لعيب اديتهم فرص، وبقول ان شاء الله باذن الله في نهايه البطوله يكون المحله وصل لمرحله فنيه وبدنيه على اعلى مستوى، من شانها ان شاء الله باذن الله نشوف غزل المحله في مكانه هذا الموسم متميزه ولائقه بالمجهود الكبير اللي بيبذله مجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني وجماهير عاشقه لكيان غزل المحله، فان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل لغزل المحله، خاصه ان كمان باللعب النهارده يمكن المباراتين يا كابتن كريم، مباراه الجيش كانت في الجيش ومباراه انبي في انبي، وباللعب فريق انبي المحترم مع جهازه المحترم مع الكابتن بقياده الكابتن حلمي طولان، فبقول لك حتى المباراتين خارج الارض انت كان ليك الافضليه في المباراتين، في مباراه الجيش كان لنا افضليه والسيطره وصلت للاستحواذ ل 70 30 في نهايه المباراه، والنهارده الحمد لله يمكن الاداء الجميع اشاد به، وبقول ان شاء الله احنا ماشيين في الطريق السليم وباذن الله نصل لاهدافنا ان شاء الله. كابتن الكبير مع بعض كابتن التدعيمات الشتويه ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي غزل المحله، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القائمه كالعاده.